السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هذا اليوم How to download a soil data أو digital soil map of the world باستخدام طبعا المناسبة. شو يقصد بها هاي soil data أو soil map؟ إنه خريطة الأراضي، خريطة حتى تبين نوع الأراضي ومنطقة الدراسة اللي أنت راح تشتغل عليها، تعرف نسجة التربة أو يعني أكيد راح تتقسم هي التربة هاي، راح يقسم لك إياها إلى مساحات بالكيلومترات، يقول لك هاي شنو النسيج هنا، شنو النسيج هنا، كلاي ساند كلاي، هنا اكو ووتر، ايا كان. فش اسمه، فعلى هذا اساس هذا التسجيل يعني او هذا التصنيف انت تقدر تحدد نسيج التربه بصوره عامه. فشلون انا اقدر هسه انزل السويل ماب او السويل الديجيتال سويل ماب الخاصه بمنطقه الدراسه؟ اول شيء تروح، بالمناسبه هنا اكو مواقع كثيره واقمار كثيره، لكن الفاو ماب كتالوج يعني نقدر نقول هو تقريبا الافضل. ليش؟ لان هو اصلا مصنف ومجمع لحول العالم ويصير عليه ابديتر بشكل دائمي. فهذا اللينك راح اترك لكم اياه اللي هو خاص بمنظمه الفاو، فاو اورج ماب، تنطق انه هنا بشكل كامل، اترك لك اياه بصندوق الوصف تدخل عليه. بعد ما تدخل عليه يقول لك هنا ديجيتال سويل ماب اوف ذا وورلد، تقول له داونلود، راح يحمل لك اياها لكل العالم، تحمل كملف مضغوط، بعد ذلك تفتحها بفولدر خاص بك. هذا هنا يعطيك هنا بصورة عامة صورة توضيحية ان الصورة الخاصة بنسجة التربة لكل العالم، وهنا الليجنس مالتها اللي هو هنا هذا اللون الاصفر شي يمثل، اللون الاحمر شي يمثل، البرتقالي شي يمثل، يعني يعطيك التصنيفات او مفتاح هذه الخريطة الخاصة بالسويل ماب. هنا بامكانك تحمل ايضا الداونلود من هذا اللينك اذا تريد تحملها كبي دي اف، تريد انه تضيفها كدي اس ام دبليو، انه تحتاجها تضيفها كما بلاير ضمن الجي اي اس غيرها. هسه راح نجي احنا بابسط طريقه انه احنا نحملها من هذا، نضغط هذا الملف نقول له داونلود، راح نحمل له اياها باي طريقه انت تحتاجها. تمام، يعني تتحمل تنزل هنا جوا، وتحتاج وقت من تتحمل. بعد ما تحملها انت هنا تاخذها الى ملف خاص بيك وتفتح الضغط، تسميه سويل ماب، تفتح الضغط راح تفتح برنامج الارك سوات اللي هو او العفو الارك جي اي اس يسمونه الارك ماب، تستدعي الخريطة الخاصة بك بعد ما فتحت الضغط مالتها. هاي تكون لكل العالم، لكل العالم. هنا هسه هنا راح اصغرها حتى تبين، كل ما صغرناها اكثر راح يبين انه لكل العالم. بالمناسبة هي اصلا تجي يعني مصنفة، يعني مو انت تصنف تقول هاي التربة هنا هنا مثلا ووتر، هذا هنا كلي، هنا كلي، لا لا لا، هي تجي كاملة. طيب تجيك لكل العالم، انت شو تسوي؟ تستقطع هذا الجزء، تاخذ فقط منطقة دراستك. شلون؟ تروح على الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة، تستدعي تقول له هنا اد داتا، وتسوي كليب. ان شاء الله يحتاج لنا محاضرة يوم انه شلون اعلمكم تستخدمون ادوات الجي اي اس بشكل مبسط. يعني هسه هنا الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة، انا اروح اختار الشيب فايل الخاص بمنطقة دراستي، وعلى اساسه اني استقطع، استقطع الـ يعني اللي يهمني. فش اسوي؟ اختار من هنا طرق الاستقطاع. تقدر ايضا موجوده فيديوهات اخرى باليوتيوب يعني بصوره عامه شلون تسوي انت كليب او تسوي انترسكشن. من هنا اما تبحث عن الاداه اللي انت تحتاجها تكتب هنا انترسكت، او تقدر تاخذها من التول بوكس ارك، فتكتب هنا مثلا كليب وتاخذ وتستقطع من هاي الخريطه كلها فقط لمنطقه دراستك على اساس الشيب فايل مالتك. هاي بصورة عامة يعني بديهيات، أو تقدر قلت لك إنه أما تستدعي الأداة اللي أنت تقطع بيها، إنه تقريبا أداتين عندنا هي الانترسكت والكليب. أكيد كل أداة هذا عن طريق الآرك تول بوكس تقدر تستدعي الأداة اللي تحتاجها أنت ضمن الجيو بروسيسنج، أو تقدر أنت تكتبها هنا بصورة عامة وتشتغل عليها. فلا ضير بالموضوعين، لا ضير يعني هنا أو هنا. فبعد ما تكمل أنت هذا الخيار تستقطع، هنا تكتب الانترسكت. هسه مثلا لو انا كاتبه مثلا كليب واريد على اساس اسوي سيرش، بحث يقول لك التول هنا شنية يعني لكل وحده. هنا داتا مانجمنت شو يحول لك؟ يحول لك الراستر داتا. فهسه هنا عندنا هاي يحولها لمن؟ لازم تستقطع وياها يكون الشيب فايل يعني يعني الخاص هو ضمن الشيء. يعني استخدام الادوات راح يعني يحتاج لمحاضره واحده من شلون
يعني نستقطع يعني اساسيات او بديهيات استخدام ادوات الارك مال الجي اي اس. فبعد ما استقطعت على اساس منطقه الدراسه اللي هي هاي بصوره عامه، على اساس الشيب فايل الخاص بي كان مستقطعت لك اياها حتى ما ياخذ وقت من الفيديو، هذا هو الاستقطاع راح يكون هاي منطقه الدراسه. من تستقطع هي اصلا تجي مصنفه، الحلو بموقع الفاو انه اصلا التراب تجي بيه مصنفه، يعني مو انت تقعد تصنفه الا اذا كان تخصصك انت يعني بتصنيف معين، فتروح انت على مواقع ثانيه، لكن هي بالاغلب يعني انه استخدام موقع منظمه الفاو هو يعني الموقع الامثل، وايضا التراب المتواجده به هي تراب مصنفه. فان شاء الله راح اترك لكم مثل ما قلت لكم الرابط الخاص بي صندوق الوصف الديسكربشن. فهذه التربه اللي لاحظها هنا انه هي مصنفه تمام عيني، مجرد انا استقطعتها على الشيب فايل خاص بمنطقه الدراسه وينطيني اياها بهذا الشكل، يعطيني الانترسكت مالتها انه يعطيني اصناف، اذا يقول لي انه هذا اللون اللي يمتلكه هذا الشكل هو شو يمثل لك؟ يمثل لك الكلي، هذا يمثل لك الكلي لون، هذا يمثل لك كذا. هو اصلا انت هسه من تدخل عليها مباشره من هنا، من تفتح الاتريبيوت تيبل جدول السمات الخاص بها اصلا راح ينطيك اياها. هاي اذا بنلاحظ نروح للاخير، هو ينطيك اياها كامله، انت ما ضفت اي شيء، اي شيء ما ضفت، التايب هو ناطك اياه، هذا التايب هو ينطيك اياه تمام عيني. فدا يقول لك هنا هاي المناطق، مجرد دا يكرر لك انه هاي المنطقه كذا، هو مقسمها الى بوليجون، يقسم محامل المنطقه هاي اللي نلاحظ هنا، هاي التقسيمات البسيطه والصغيره، مجرد هاي التقسيمات دا يقول لك انه هنا ايش دا يسوي، هنا ايش دا يسوي، لا اكثر ولا اقل. فهي هاي التقسيمات راح تفيدك بصوره عامه يعني. فعن طريق هذا الشيء نقدر احنا نسوي السويل ماب الخاصه بمنطقه الدراسه، ويكون هو هذا تصنيف السويل داتا الخاصه بها، وكذلك نقدر احنا نسوي مثل هالشكل راح تكون لنا بعدين بالنهايه، راح يكون الفاو سويل نيم بعدين، هاي انه راح نعرف اسمائهم شلون اسميهم، هذا فيديو وحده حتى نعرف احنا شلون نستدعي او نستخدم الدي ام اس دبليو الخاص بالتراب العالي. الاريا راح تتقسم الى مناطق، وكذلك السويل تايب هو شو يعطيك اصلا من تنزل انت وتستقطعه، يعطيك فقط السويل تايب بس. فاو سويل نيم هسه راح نجي نتعلم شلون نسويها، فاو سويل نيم هذا نحتاجه بيه بالسويل هيدرولوجيك تايب، النوع الهيدرولوجي الخاص بالتربه ضمن منطقه دراستك الووتر شيد اريا او الكشمنت اريا. ان شاء الله نلتقي بكم بمحاضرات قادمه، دمتم بامان الله وحفظه.